السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة جيدة. زي ما اتفقنا طبعا النهاردة هنتكلم عن برضو الدراسة والسكن، لكن في كانتون تاني. الكانتون اللي هنتكلم عليه ده هو بيرن. الكانتون ده هو العاصمة بتاع سويسرا، العاصمة الإدارية، وكانتون جنبه، أو يعني مش جنبه قوي، يعني بساعة كده بالقطار. في حاجة مشتركة بينهم، بين بيرن وجنيف. جنيف بيتكلموا فرنساوي، بيرن بيتكلموا الألماني بتاع بيرن الهادي بالراحة قوي يعني، وبرضو بيتكلموا فرنساوي. لكن مش كل الأجانب بشوفهم في بيرن بيتكلموا اللغتين، لا. إذا اتعلم ألماني خلاص يبقى بيتكلم ألماني بس، أو لو اتعلم فرنساوي هيبقى اتعلم في منطقة بتتكلم فرنساوي بس، بس هيقابل صعوبات لو دخل منطقة ألمانية، منطقة في المحافظة يعني. الكانتون لغته الاثنين الألماني والفرنسي. جنيف طبعا بتتكلم فرنسي. جنيف من المحافظات أو الكانتونات اللي هي ليها طابع خاص، وليها كده يعني تحس إن هي كده زي فرنسا. هو النظام سويسري وكل حاجة والشوارع وكل حاجة، بس لكن عندهم طابع كده يعني زي عندنا احنا هنا في زيورخ، مختلف. فالعيشة في جنيف هتبقى مولتي كولتي، فيها جنسيات كتيرة جدا. طبعا انتوا عارفين ليه الأمم المتحدة ومش عارف ايه، كل حاجة هناك يعني، حاجات كتير وسفارات، ويعني محافظة دبلوماسية كده ومشهورة، تملي لعملية السلام لكن هي محافظة دمها خفيف، غير المنطقة الألماني خالص خالص. طيب بالنسبة للي هيدرسوا في جنيف واللي هيدرسوا في بيرن، بيرن أرخص من جنيف. أكتر محافظتين الكانتون الغالي قوي هو زيورخ، والكانتون اللي بعديه يمكن كمان أغلى جنيف. كانتون جنيف غالي، كانتون زيورخ غالي، عشان هتسكن في الشطاط جنب الجامعة. لو هتطلع بره هيكون طبعا السعر أرخص، بس هيكون مكلف عليك في المواصلات والوقت، سليم؟ لأن كل حاجة هنا بتتحسب. النهاردة هحط لكم الأسعار بتاعت الغرف للشباب وللبنات في المحافظتين، وهسيب لكم اللينكات بتاعت الشقق دي في وصف الفيديو، عشان لو سمحتوا خشوا عليها واتفرجوا بقى على الصور واتفرجوا على الفيديوهات اللي معمولة، عشان انا طبعا ممنوع اناخد يعني فيديو بتاع حد يعني. فوصف الفيديو هيكون في الكلام زي بعد كده عامل لكم فيديو شرح لكم فيه شوية حاجات. واللي بطلبه من الشابات والشباب اللي سامعين، اللي هم خلاص قرروا او ربنا وفقهم وهيروحوا سويسرا، ان هم يدوروا على غرفة قبل ما تيجوا بست شهور، عشان السكن الجامعي ارخص بكتير من السكن الخاص. هي اول سنة هتكون صعب لحد ما تتأقلم وتعرف، لكن السنة التانية الشباب والشابات بيعرفوا نظام البلد، وبيعرفوا يجيبوا شقة ازاي او بيت ازاي، لو اربعه مع بعض بيعملوا العقد مع بعض، الاربع اسامي بيكون مكتوبين، بياخدوا بيت كبير ب 2500 او 2600، وبيقسموا السعر على بعض، بتكون طبعا مباني حديثه. لكن هي اول سنه بس بتبقى صعبه شويه لحد ما تتاقلم على الجو وتعرف ازاي هتشتغل بعد ست شهور، ازاي هتلاقي شغل فين. وبعد كده لما بتبقى في السنه الثانيه في الجامعه في سويسرا، في عملي، بتطلعوا عملي، والعمل ده برضو بتاخدوا عليه فلوس، فدي برضو بشرة ليكم كويسة. بتروح مثلا 4 أيام عملي ويبقى يوم نظري في الجامعة. نركز مع الفيديو اللي جاي، لأن فيه شوية حاجات كده لازم تفهموها. أيوة، أنت لازم تتعلم الطبخ شوية، وأنت اتعلمي من ماما إزاي تغسلي، إزاي تكوي الملابس، إزاي تنظفه. الحاجات دي مهمة، عشان بعد كده هعمل لكم حلقة أنا بفضلها كأب، إن لو لقيت
انك تعيش مع فاميليا سويسرية بيكونوا كبار في السن يبقى افضل، هيساعدوك في كل حاجة، هتبقى واحد من العيلة وتطلع معاهم وتمشي. والاغلبية السويسريين عندهم شاليه في الجبل، تركب معاهم السيارة، وبعدين لو عندك مشكلة في جوابك لك مش فاهم بتاع، قال ايه ده ايه ده ايه ده انا مش فاهم حاجة، هتلاقي ناس بتساعدك تبقى واحد من الفاميليا، يعني تساعد في الاكل وفي الطبخ وفي الغسيل وفي النظافة، تساعد وفي الجنينة في الحديقة دي. انا برشحها بالذات كمان للبنات. الخوف على البنات سليم، القانون هنا صارم فوق ما تتصوروا. لو راجل في سويسرا المس بنت، البنت لو اتصلت هنا وقالت ان فلان فلان ده لمسني، ضيع حياته. صدقوني مش عايز اخش في التفاصيل، لكن شوف الفيديو، ولازم تخشوا على تحت الوصف وصف الفيديو عشان تلاقوا اللينكات وتخشوا وتتفرجوا وتشوفوا الاسعار سليم. الشقق الجماعيه ولا الشقق لوحدي او استوديو لوحدي، دي هتفرق كتير. وبعد كده الحلقه القادمه هناخد لكم محافظه او كانتون تاني عشان ما يبقاش كتير عليكم. يلا بينا، سلام.